اللهم إني أدعوك كما أمرتني، استجب لي كما وعدتني، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله، يا أبا القاسم يا رسول الله، يا إمام الرحمة، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله، اشفع لنا عند الله، يا الحسن والخلف الحجة والقائم المنتظر المهدي، يا ابن رسول الله، يا حجة الله على خلقه، يا سيدنا ومولانا، إنا توجهنا واستشفعنا وتوسلنا بك إلى الله، وقدمناك بين يدي حاجاتنا، يا وجيها عند الله، اشفع لنا فإنها مقضية بإذن الله. اللهم فك قيد كل أسير، وشفي كل مريض، رد كل غريب، انصرنا على من ظلمنا. اللهم فك قيد الأسير حسين بن عبد علي بحق محمد وآله الطاهرين، وفرج عن جميع المعتقلين يا الله. يا ساداتي وموالي، إني توجهت بكم أئمتي وعدتي ليوم فقري وحاجتي إلى الله، وتوسلت بكم إلى الله، واستشفعت بكم إلى الله، فاشفعوا لي عند الله، واستنقذوني من ذنوبي عند الله، فإنكم وسيلتي إلى الله، وبحبكم وبقربكم أرجو نجاة من الله، فكونوا عند الله رجائي. يا ساداتي يا أولياء الله صلى الله عليهم أجمعين.